السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ورحمة الله. أنا عندي بس كده يعني مداخلة صغيرة. فضل. بما إنه البرنامج يشاهد من جميع أنحاء العالم. أيوة. كنت والبرنامج جدا مهم ويهم جميع الناس، مو بس الناس الذين يتكلمون العربية. طيب. ولكن كنت أبغى إنه كان يترجم هذا الكلام للغة الإنجليزية. طيب. لأنه مهم جدا، خاصة كان يعني الشيخ بيقول إنه في مليار بني آدم بيتفرج على هذا. إنما الله يخليكم يعني عشان نفيد غيرنا، وغيرنا يشوف إنه عندنا إسلام وعندنا حقيقة وعندنا بينة. طيب. يا سلام. شكرا يا أخ ماجد، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يعني كلام الأخ من الجزائر، وبقي معنا أقل من 3 دقائق. ما هي أحسن الأعمال في رمضان؟ ولم نأتي إلى محاورنا بعد. أحسن الأعمال ما قرب إلى الله عز وجل، حسن الصيام. نعم. إذا لم يكن في السمع مني تصاوم، وفي نظري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. لابد أن نقبل على هذه المدرسة وننهل من معينها ونرتشف من رحيقها، ونخرج بعد رمضان أحسن منا قبل رمضان. أما أن يعود رمضان ورمضان والإنسان مكانه يحاور، لا يزيده عبادة ولا يزيده طاعة، وإنما يصوم كما يصوم الناس، ويأتي كما يأتي الناس، ويخرج ينتظر العيد، إلى متى؟ تظل قافلة السنين الإنسان يبارح مكان. إنها فرصة للمراجعة والمحاسبة والوقفة الجادة مع النفوس، وليس المجال مجال جلد الذات، وإنما مجال تذكير وتوصية وأخذ العبرة. جميل. من أهم الأعمال مدارسة القرآن. لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان في رمضان، يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر السرعة في مسابقة الخير والمسابقة في اغتنام الفرصة، صلوات، قيام، تراويح، عدم سهر على ما حرم الله، ليس نوم في النهار رمضان، ليس استقبال الأسواق والموائد والأكلات الرمضانية. الأصل الإنسان يعني في رمضان أقل ما يكون، لكن لسنا نحرم على الناس أن يأكلوا أو يشربوا مما أباح الله عز وجل. نعم. ولسنا نفرض عليهم تقليدا معينا، وإنما يحرصون على ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قراءة القرآن، صلاة مع الإمام، قيام التراويح، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عمل الخير، الصدقة، البذل. لماذا تأتينا قد تأتينا وتقول حجمت الأعمال الخيرية؟ الأعمال الخيرية لا يمكن، الأعمال الخيرية هي منتقى الحضارات الإنسانية. أي حضارة إنسانية لا تقوم على حب الخير وبذل الخير، مآلها ومجالها إلى التلاشي. نعم. فالخير فطرة في الناس، لا يمكن. نعم. أن يكف بأي طريقة، لكننا نطالب من هذا المنبر أن يضبط الناس أموره، وأن يكونوا أكثر دقة. نعم. وأكثر ترتيبا وأكثر تنسيقا، بحيث لا تكون الأعمال الخيرية مصيدة لمن يريد يصطاد بالماء العكر في ضرب الإسلام أو الوقيعة بالمسلمين. طيب. بقي هناك وقفات كثيرة. نعم. مع الشباب وواجبهم. نعم. مع المرأة ورسالتها. هل المرأة في رمضان مرأة المطبخ بس، صنع ما لذ وطاب من الموائد؟ نعم. أم أنها امرأة الحجاب والحشمة والحياء وعدم التبرج والسفور والنظر في رسالتها الحقيقية؟ البيت والأسرة، لماذا لا يكون مشعل في الحث على استغتنام الصيام؟ المدارس، وسائل الإعلام، الفضائيات. نعم. ولهذا نطالب الفضائيات من هذا المنبر أن تتقي الله، وأن تتقي الله في الأمة في رمضان. جميل. لا تشوش عليها تراويحها ولا قراءتها ولا صلاة بما تبث. ماذا تقصد بالتشويش فضيلة الشيخ؟ لكن نحن في رمضان نقبل على عبادة، نقبل على الله. فإذا صلى الإنسان في المسجد وبكى، ثم خرج إلى بيته ليرى الإعلام يهدم والفضائيات تسرخ القيم والمروءة، فماذا بقي؟ نحن لا نقول إنها كلها كذلك، لكن نقول إنه أحيانا قد يكون هناك، وإلا في القنوات ولله الحمد المنة بالذات التي لها منهج متميز فيها خير كثير، ويكفي أنها تبث لله الحمد المنة الصلوات والخير للمسلمين. الدعاء، الدعاء. أيوة. بقي في نقطة أخيرة، الدعاء. نعم. ينبغي أن نجتهد في الدعاء. نعم. هؤلاء اليائسون والذين لا يعرفون إلا التلاسن ولا التراشق بالكلمات، دعوة للأمة
احني ظهرك ويعني ضع جبهتك على الأرض في الليل، لا تنتهي بعد صلاة التراويح أو القيام لتسهر إلى الفجر ثم في النهار نائم، ينبغي أنك تقبل على الله عز وجل. ولهذا ارتباط آيات الدعاء بالصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولم تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. سيتفرج بإذن الله عن أحوال إخواننا في فلسطين وفي العراق ببركة وفضل هذا الدعاء، فلنقبل على الله بإخلاص ولنثق بتوفيق الله. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، آمين، وأن يجعله عام عز وشهر عز ونصر وقربة للإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. جزاك الله خير. شكرا لكم وشكرا للمشاهدين. انتهى الوصل، وباسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور الوقور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وكما قالت والدتنا من مصر فإنه سكرت العالم الإسلامي. شكرا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تبسط الأمان على سائر بلاد الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تبسط الأمن والأمان والإيمان على سائر بلاد الإسلام، وأن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم وأرخص أسعارهم، واجمع قلوبهم ووحد صفوفهم، واجعلهم إخوة متحابين على الخير متعاونين، وارزقهم الاعتصام بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه يا ذا الجلال والإكرام. البينة برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.